في عام 2018 أطلقت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة التي ذهبت إلى كل محافظات مصر، وكانت النقطة الفارقة في الانتصار على المرض. احنا ساهمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ان احنا خففنا وتغلبنا وقضينا على مرض زي ما قلت كده كان مرض أذانا كتير. مبادرة فيروس سي هي بدأت في الأول في أكتوبر 2018 على مدار 3 مراحل، بحيث أن احنا قسمنا كل المحافظات الجمهورية على 3 مراحل، كل مرحلة حوالي شهرين. من خلالها نقدر نمسح كل الفئات اللي موجودة في المحافظات دي في الفئة العمرية أكتر من 18 سنة. المسح الأساسي استمر حوالي 6 شهور من أكتوبر 2018 لحد ابريل 2019. كان في مشكلة أساسية إحنا إن الناس هي اللي بتتوجه، اللي بيعرف إن هو مصاب هو اللي بيتوجه للعلاج قبل المبادرة. المبادرة مع الإحصائيات اللي موجودة لقوا إن مش دول بس كل هم المصابين في مصر، في ناس مصابة ولا تعلم إنها مصابة، وبالتالي جاءت فكرة المسح الطبي الكبير اللي حصل. المبادرة اتعملت على 3 مراحل، شمال وجنوب ووسط، علشان تقدري تمشي كل المحافظات، ما تبقاش كلها في وقت واحد، وتقدري تقدمي الخدمات مع بعض. فكان اي حد من المواطنين بيتوجه ان هو يعمل المسح كان بياخد الخدمه وبيتعمل له الكارت، وفي ظهر الكارت دوت كان موجود بعض التعليمات اللي هو ازاي بيتم العدوى بفيروس سي. ده اكبر مسح على مستوى العالم في اي مرض مش الفيروس سي، يعني ما فيش مثيل له تاريخيا، وده والكلام ده بنقوله وبندعم فيه من الجهات الطبيه العالميه كلها. اكتر من 70,000 فرد او طاقم طبي من وزاره الصحه بيتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، بالاضافه الى طبعا الخدمات اللي بتخدم عليهم سواء اداريين او خدمات تانية او اشراف او ما الى ذلك. اشتغلنا في حوالي 7,000 منشاه، يمكن كان اهمهم وحدات الرعايه الاساسيه حوالي 5,000 وحده، بالإضافة إلى المستشفيات أو مراكز الشباب والرياضة أو حتى القوافل والعربيات المتنقلة اللي كانت بتلف كل المحافظات أو كل القرى والمناطق النائية والمناطق الحدودية علشان تقدم خدمات المبادرة للفئات أو للسكان اللي عايشين في الفئات دي. كان عندي قبل كده بردك الفيروس دوت، بس اتعالجت منه فخفيت، بس لما رحت عملت بقى ساحة المبادرة ديت لقيت عندي بردك الفيروس ده. كنت زعلان أو بتعيط بصراحة عشان الحالات اللي كانت قبل مني وتوفوا كده، فانا اتاثرت صراحه وزعلت. معظم المرضى دول كانوا بيكتشفوا بالصدفه، المريض كان بيجي لنا عنده حاله من الهلع الخوف، كان محتاج حد يطمنه. طبعا كل الناس دي عندها ذكريات مع الفيروس بطريقه بشكل او باخر، عنده حد قريبه، غير ان الفيروس ما كانش ليه علاج بشكل مباشر يقضي عليه، فكان مرتبط عند المرضى ان هذا المرض يعني سيؤدي للوفاه او لمضاعفات. طبعا كنا بنبذل مجهود ان احنا نطمن المريض ونقنعه ان شاء الله في خير وان انت هتستجيب مع العلاج. الناس عرفت ان في مبادره، وبقى في فنانين وناس مشاهير اشتركوا فيها، وبقى في لوحات اعلانيه وفي اغاني، يعني بقى في كده زي احتفاليه، والاغاني حتى تتسجل تتذاع في الشارع. اول خطوه كان بيتم عمليه المسح في الوحده الصحيه التابعه ليها، ثاني خطوه يتم حجز مباشره للمريض على اقرب وحده علاج فيروسات كبديه. المريض كان بيروح بيتم استقباله في اليوم المحدد ليه، المريض كان بيتم عمل التحاليل اللازمة ليه مباشرة بدون أي انتظار. بعد ما بيتم صرف العلاج بيتم عملية التأكد من الشفاء التام من العلاج، ودي كانت بتتم في بداية العلاج عن طريق عمل PCR بعد 4 أسابيع من بداية العلاج. من الحاجات الملاحظة في العلاج، أي حد يدخل مركز العلاج هيلاقي أن الناس كلها بتتعامل بنفس المستوى، كل الناس باختلاف مستوياتها، حتى لو في أطباء مصابين كانوا جنب المرضى بياخدوا دورهم، الكل راضي الكل مبسوط. من الحاجات الظريفة أن أحد المرضى دولة يعني كان بيتعالج من فيروس سي وكان بيشتغل في إيطاليا، راح للطبيب الخاص بيه هناك قال له طبعا انت لازم تنزل مصر ولازم تكمل علاج، وان في مصر هناك هم اكثر خبره مننا في علاج فيروس سي والادويه بقت متاحه. دي طبعا من التجارب اللي كانت يعني مشرفه بالنسبه لنا. يعني تكلفه مبادره القضاء على فيروس سي كانت حوالي 3.8 مليار جنيه، مقسمه ما بين 2.4 مليار جنيه لخدمات المسح والكشف المبكر،
و1.4 مليار جنيه مقدمة لخدمات العلاج للحالات اللي ثبتت إيجابيتها. اقتصاديات الصحة بتقول إن هذه المبادرة إن لو صرفت طبقا للتقارير الرسمية 4 مليار فهي وفرت 64 مليار جنيه كانت علاج مرضى فيروس سي. تمكنت الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية في إنها تقوم بواحد من أكبر المسوح على مستوى العالم. تقريبا تم فحص أكثر من 70 مليون مواطن مصري للكشف على فيروس سي والأمراض غير السارية. فإحنا بقى عندنا العلاج، تمكننا من الوصول إلى المصابين، وبالتالي تم تقديم العلاج إلى ما يقرب من 2 مليون مواطن. أسعد اللحظات لما الوريد بيخف يعمل تحليل اسمه PCR اللي هو بيبين الفيروس موجود أو مش موجود. كان يجي المريض يعمل تحليل وكنا إحنا نقول له تعالى استلم التحليل من المركز. كنا بنيجي بسعادة غير طبيعية، الستات بتزغرط كلها تستلم التحليل بتاعها. لا، هو بالنسبة لأي إنسان ده يعتبر كابوس انتهى منه. كنت بقول لأولادي يعني خلي بالكم من نفسكم، خليكم مع بعضيكم، ما تسيبوش بعض وما تتفرجوش كذا كذا، فعلى أساس إن هم يبقوا يد واحدة يعني بعد فوات الأوان. بس يعني الحمد لله العبد في التفكير والرب في التدبير، وده حاجة بتاعت ربنا يعني، والحمد لله خفيت، خدت العلاج وخفيت والحمد لله. خدت الجرعة دي بسم الله ما شاء الله الحمد لله هي اللي جابت معي نتيجة. حاسس إن أنا تمام التمام كده 100% الحمد لله، ما فيش عندي أي حاجة. لما قالوا لي خلاص خفيت بصراحه فرحت، شوفة بالنسبه لي طبعا حاجه كبيره قوي، حاجه حلوه قوي، الحمد لله ربنا كريم. ضربوا لي برشام، كنت من اقدر رجع لي، كنتش قادر نمشي، بس مشيت العمره ومشيت الحج الكبير، الحمد لله.